عم تسمعني ولك؟ ابنك بيشبهك، ريحته نتنة مثلك، اعملها من الخوف. رضوان، خلينا نحل هذا الموضوع بيناتنا. خلاص ولك. يلعن هالحظ. يلا اتركه. اساسا نفخ لي قلبي من البكي. ليك رح اترك سلاحي. بعد عن ابني لاشوف. ما بدي اياه يتوسخ بدمك. تريك المسدس لشوف. رجال لرجال. لا تواخذني رضوان، غيرك كان أشطر. ما معي سلاح، إذا بتقتلني هلأ بيقلعوك من الشرطة. ما عندك خبر؟ أصلاً أنا تركت المهنة، أنا هلأ مو شرطي. لكن شو؟ جلاد. من هون إجا صوت سيدي. ركض. أوصني رجال بدون سلاح. ما معك سلاح مزبوط، بس مالك رجال يا رضوان. بعدين ولا يهمك، موضوع السلاح محلول. ابني حبيبي فاتح. خلص بابا خلص، كل شيء انتهى. شو صار هون؟ كان حاجز على رحلة بهالقطار سيدي. غيث اوعى تكون. ليكون شو؟ كان معه سلاح وقوص علي. دفاع عن النفس ولا ممنوع كمان؟ انت متأكد انه كان دفاع عن النفس معه؟ في دليل بيثبت عكس هالشي سيدي. وصلوا الشباب. سيدي فاتح جوعان كتير، لو سمحتوا خلونا نروح من هون منشان ينطفوا هالوساخة يلي هون. كل مرة أغبى من يلي قبلها.
قوصت على رضوان 3 مرات. ايه قوصت؟ لأنه كان خاطف ابني، كمان كان مسلح. أنا بس دافعت عن حالي. بس ما كان في رصاص بمسدس رضوان. شو بيعرفني أنه فاضي؟ ما فيني استنى لا أعرف. رضوان كان عم يهددني، أنا ما ساويت غير واجبي تجاه شخص مسلح واقف قدامي، ما ساويت شي غلط. طيب خبرني ليش ما سلمته للعدالة؟ قلت لك كان أخذ ابني رهينة، كان لازم اتدخل بسرعة. هلأ بدك تقلي أني صرت مجرم لأني قتلت قاتل الشرطة؟ لحتى أكون على حق لازم أكون أنا اللي ميت هلأ، مو هيك؟ النتيجة بالآخر في إنسان مات هلأ يا حضرة الضابط غيس. أنا يلي شفته يلي مات خنزير، ويلي قدامك هلأ صياد للخنازير. تعترف إنك قتلته عن قصد؟ شوف يا حضرة المدعي، أنا ما بدي أعلمكم شغلكم، بس تخيل إنه الضابط غيس يلي عم تستجوبه هلأ قام وخرب المكان هون وشال المسدس يلي معه وحطه بين عيونك، شو رح تساوي؟ هاي غير. ليش بقى؟ يلي بيرفع على المدعي مسدس ويلي بيرفع علي لعبة؟ أنا بعلم بالغيب لا أعرف أنه في رصاص بالمسدس ولا لا، من وين بدي أعرف؟ ابني، أنت كنت محضر حالك، بس لا تنسى إذا كنت قاتله عن قصد لا تنسى أنك خالفت القوانين وأنك بتكون خنت دولتك كمان، ولا خنزير قليل شرف أهم أكثر من قوانين هالدولة هاي. حضرة المدعي، أنا قلت لك اللي صار، شخص مسلح وكان واقف قدامي وابني معه رهينة، القاتل كان عم بيقوس علي وأنا بوضع البريء اللي عم يرد على هالهجوم. هذا هو الموقف، رجاء لا تزودوها. خلينا نقول إنه هداك تافه، أنت ليش رحت معه؟ آه؟ فرهود بيك، كنت مفكر إنه عندكم خبر، هيك هو قال لي. اسمع، إذا حاولت تساوي شي من دون علمي فرح أقطعك قطع، فهمت ولا؟ وبعدين لأرمي عظمك للكلاب، ما رح يضل منك شي، فهمت ولك؟ فهمت معلم. على كلين بكفي لهون هلأ، ممكن أطلبك بهاليومين للإدعاء العام، لا تختفي بدون إذن. مثل ما بتأمر حضرة المدعي العام، إذا بدك فيك تعتقلني هلأ لأنه هيك أنا بكون ارتحت شوي. بصراحة أنت لازم تراجع طبيب نفسي. إن شاء الله تمطر رصاص لحتى أرتاح. شو؟ عم قول المسدس إذا فضيته برتاح شوي. شوف غيس، هالشي ما في مزح، دير بالك بالفترة الأخيرة تألمت كتير، بس الحياة ما بتستمر بالآلام والآهات. شو عم يحاول يساوي؟ يا ريت أعرف. شو جن يا ترى؟ سيدي يمكن المدعي معه حق، خلينا نعرضه على دكتور أحسن ما يجن. خيري، صاير مثل نسوان الحارة باللعي، ما بتفتح تمك غير على المشاكل. سيدي يا ترى قتلوا عن قصد؟ ما بعتقد، غيث شاب مجنون بس مانو ظالم أو غدار، ما قتلوا لما اجته الفرصة، دافع عن نفسه. إن شاء الله يكون هيك، إن شاء الله هيك. إذا ما عم تفهم فأنا رح ضل علمك لبكرة. معلم بترجاك ارحمني. عيد يلي بدي أقوله لشوف. من بعد هالقتلة هي أنا فهمت منيح فرهود بيك. من بعد هالقتلة أنا فهمت فرهود بيك. ما راح خاف من حدا بهالدنيا قد ما راح خاف منك فرهود بيك. ما بخاف من حدا قد ما بخاف منك فرهود بيك. الأشخاص اللي طلبتهم من شان الاجتماع قربوا يوصلوا.
شيلوا هاد. أمرك سيدي. حاضر. ما في حدا ناقص؟ الكل جايين لهون؟ مثل ما أمرتوا ما في أي ناقص، وكمان كل التحضيرات صارت جاهزة. ديروا بالكن عليه سيد نجيب. لا تقلق حضرة المدعي، أنا رح أهتم فيه. منيح، يلا يعطيكم العافية. شو بكن أنتو؟ أنا حكيت كل شيء، طبعا أنتو سمعتوا. صعب أنكم تصدقوا؟ يا جماعة أنا اللي عندي حكي كتير هلأ، هالمرة عن جد ما رح تصدقوا. فوتوا على غرفة الاجتماعات. هدول اللي جايين هن من الطبقة الأرستقراطية، المنظمة هي عم تخدعهم بالحيل والكمائن والابتزاز، وبعدين عم يحولون لدمى بالابتزاز تبعهم. سيدي، هالزلمة معروف باسم بهجو، وهو بهجة الدجلة، وهي المرة لقبها فيفي، نصابة بتلاقيها مثل الأفعى تحت كل حجر. الآن السيفيفي أنا مسكتها بإيدي، بس طيروها مثل حمامة. شو عم يشتغلوا هدول؟ سيدي تتذكر حفلة التنكر هديك؟ قسم اليمين كل عضو بهديك الحفلة له كادر خاص فيه مثل مجموعة. نحن عم نتفرج على مجموعة فرهود؟ إيه هيك بالضبط. بهجو هو المسؤول عن كل عمليات المخدرات للتنظيم، واحد تافه، نقطة ضعفه البنات، وهديك الشغلات بتنظمها النصابة اللي اسمها فيفي. كل عمليات الدعارة هي المسؤولة عنها. وزيرة الدولة المسؤولة عن ذنوب الدولة. اي نعم هيك، بس أنا غضبي ما رح يخليني أرحمهم أبدا لهالكفار. أوب واقف شوي غيث أفندي، لا تكفر بالله تعالى، مشان هيك جماعة كفار. وهادي اللي شايفينه هلأ أهم مصدر للمال بالتنظيم. يعني هذا السبونسر تبعهم. اسم مصدر المال تبعهم قالت لي نظمي. حسب اسمه لعيب قمار منيح. قبل شي 15 سنة بلش باسم السيد ألتلي جيان، وهلأ عم يحكم على ساحات بملايين الدولارات، مراكز القمار، تبييض الأموال. ومن دون إذن هالزلمة ما حدا باسطنبول فيه يلعب القمار ببيته. سيدي هيك بالضبط. منيح، إذا كان بيثق بحاله أكيد رح يطلع قدامي. كلياتكن بتعرفوا خلدون مدير رنا، وهو معهم واجهتهم. هو المسؤول عن الإعلام، والتاني رشيد كمال شغله السلاح. تتذكروا جاير أوفلاي أكبر مهرب للأسلحة؟ بيعطي سلاح لليمينيين واليساريين يلي كانوا بيحاربوا ليخلصوا على الدولة وقتها صار اشتباك بيناتهم من قبل. طبعا هلأ التاريخ عم يعيد حاله، بيروح جاير أوفلاي وبيجي رشيد كمال، ما في شي ما بيسويه مشان المصاري. إذا لزم الأمر بيبيع أبوه سلاح لحتى يقتل أمه فيه. دورة، هذا الزلمي بيلزمني كتير. طالما منعرف كل شي عنه ليش منسمح لهم يعيشوا؟ وبشو بدنا نتهمهم؟ مخالفة مرور ولا بتسجيل تليفون؟ هدول الجماعة كتير منتبهين، ما حدا بيعرف تليفوناتهم، بيغيرون على طول. معقول ما في بإيدينا ولا تهمة عليهم؟ هدول محترفين بيعرفوا شو عم يعملوا. خيري خود قرارك بقى، أنت معنا ولا معهم؟ لحظة هلا اسمعوا منيح. شايفين قلت لي نظمي هاد؟ ما عاد بده يعطي المصاري للتنظيم، مشان هيك هو قبل انه يتعامل معنا. قابلنا زلمته أنا وخيري. كتير فهمان، راح يخلي جماعته يمسكه ويخلي حاله معنا. والله أنا حبيت هالزلمة، يعني أول مفاجأة طلعت لنا قلت لي نظمي.
وعن قريب رح تكون بإيدينا أدلة كتير قوية عليهم، وكل واحد رح ياخد 100 عقوبة. أنا برأيي بهال100 عقاب هدول رح ينبسطوا كتير، رح يجوا يعدوا بالسجن، وإذا طلع شي عفو رح ينبسطوا أكتر وأكتر. تعرفوا يا شباب أحسن شي الإعدام. غيس شو عم يصير لك؟ أنت ما بتعرف كلمة غير الموت والقتل وبس؟ نحن الشرطة رجال القانون، مالنا قضاة أو مدعي عام، تمام؟ خلينا نشوف شغلنا. الرئيس مراد خلاه نساوه بشكل خاص لإلكن، كله تخيط بلمسة البنات يلي عنده. يسلموا، بتشكروا كتير. من بعد مداهمة الشرطة لعملية المخدرات صارت مشكلة مع الرئيس مراد، قال خلي فرهود بيك يسامحنا، خليه الكبير فينا. في موضوع حابب احكيه معكم قبل ما نبلش باجتماعنا اليوم. أنا ارتكبت كتير جرائم لليوم، إذا قلنا القدر فرح نظلم، لأني ما بآمن بهالشغلات. جرائم قتل ارتكبتهم بإيدي. مين فينا ما قتل حدا؟ حتى خلدون قتل واحد السنة الماضية، بس ضل أكتر من أسبوع لحتى طلع من هالصدمة. ساويت كتير جرائم، سرقات، تهريب، ابتزاز، ما في داعي عدن كلهم، بس في شغلة ما حبيتها بالمرة وهي الإقمار. ليش الإقمار فرهود بيك؟ هو أكبر دخل بميزانيتنا، بس شغلتنا نرمي النرد. لا تفهمني غلط، ماني ضد الإقمار، بس ما بحب ألعب إقمار. تعرف ليش يا نظمي؟ لأني ما بحب أترك شغلي للحظ بنوب. لليوم ما تركت ولا شي للحظ، شغلتين ما بآمن فيهم، الحظ والإنسان الخاين. كنت رح تخبر الشرطة ما؟ شو مفكرني ولك؟ مفكرني واحد من الشغيلة يلي بيلعبوا معك ولا؟ ما في غير هالحكي، هاد عمل هيك وهاد عمل هيك، ونحن قاعدين هون عم نستنى. الله أعلم شو بيكونوا عم يخططوا لنا هدول الناس برا. شوف لا تبلش كمان دورة، لو دهمناهن وأخذنا واحد رح يجيبوا بداله، ولحتى نوقع كل هالشبكة نحتاج وقت، نحتاج شغل. الضابط ممدوح معه حق، هدول إذا قطعنا لهم إيد بيطلع لهم تنتين بدالة، كأنهم سحرة. عندهم نفوذ كتير قوايا. ما دخلني، أنا رايح. خلاص غيس استنى شوي، ما بدنا نفيقهم. شوف معانا كتير وسائق وهي بداية جديدة. تركني سيدي، إذا الشغلة واقفة عليك بتتفرج 50 سنة على الصور، ورح تضل تكتب تقارير، ويلي فوق رح ينبسطوا كتير ورح يقولوا ممتاز، وبعدها بنفس الوقت بيجيك اتصال. يا سيدي كم مرة عشنا مثل هاي القصة؟ ذكرك؟ شو يعني خلصوا عدائنا؟ لحتى صاروا عم يخونونا أصدقائنا ها؟ يلا خدوه. شوفوا مع أي شرطة كان متفق وزدتولن جستو. سمعتوني؟ عم قول سمعتوني؟ سمعنا فرهود بيك. شو سمعتوا لك؟ رح نزت هاد للشرطة. ولك مين يلي قال هاد؟ ما في اسم إله؟ في فرهود بيك، قالت لي نظمي. مو هيك، وأنا كنت مفكره نظمي بس طلع مو هيك. احكي شو اسمه؟ انتو بتعرفوا أكتر فرهود بيك. اسمه هاد خاين، فهمتني؟ خاين. وشو بتكون نهايته هالحيوان؟ انتو بتعرفوا أكتر فرهود بيك. نهاية الخاين هي الموت. الموت شو قلت؟
نهاية الخاين الموت معلم. يلا خدوا قبل ما تطلع ريحته. يلا غلط كتير يلي قال إنه الصديق القديم ما بصير عدو. أصدقائنا القدماء وأصدقائنا الجداد. يمكن توضحت رسالتي بشكل منيح ما هيك؟ توضحت. وضحت فرهود بيك. توضحت يا سيدي. وهلا انتهى الاجتماع. الرئيس مراد طلب يقابلكم بشكل عاجل. في له طلب عندكم. وشو طلبه هاد؟ ليش ما بيجي بنفسه بيطلب مني شو بده؟ انتو بتعرفوا انه بهالفترة الاوضاع ما كتير منيحة. انتو ادرى موضوع بيع وشراء مستعجل كتير. امن شي مقابلة معناها. استنى شوي خليه يجي بعد الظهر على مزرعة الاحصنة، وهمام رح يعطيك العنوان والمكان المناسب. رح كون هنيك. أمركم سيدي. غيث غيث قلت غيث. نعم سيدي نعم. أنت رح تخرب كل شيء. شو عم نلاقي بقعدتنا نحن؟ عم استقيل بتقلي ما بيصير، بقول لروح جيب هدول بتقلي ما بيصير. غيث شو بساوي يعني؟ سيدي ما عم يقول ما بيصير، قال كل شي بوقته ومعه حق. شوف أنا ما عاد بدي أسمع هالحكي، وما بدي كل يوم تجن وتطلع لي بمشكلة جديدة. شو ساويت أنا؟ شو ساويت؟ يا سبحان الله ابني أنت جنيت شي؟ أستغفر الله. شو عم يصير؟ وقف لا تهرب. وقف. انتباه 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 لكل الدوريات. سيارة مشتبه فيها مرقت هلأ من مركز إدارة مكتب الدعم. الحقوها. السيارة سودا ومن دون رقم. الحقوها. شو صار؟ ما عم تفهمني يا سيدي. ما بقدر عيشوا هدول عم يتمشوا براحتهم بالشوارع. عم يفور دمي وقلبي بيتوتر. وبلحظة بتصير إيدي على المسدس. قل لي لشوف شو بساوي. سيدي ركض بسرعة. خير فكرة. 30 جثة برا سيدي. جثة؟ شو عم يصير؟ من وين اجت هالجثة؟ زتوه من سيارة بدون رقم، وأنا بلغت الدوريات. يا الله دخيلك. سيدي هذا يلي خبرتكن عنه. قالت لي نظمي سيدي يلي كان رح يشتغل معنا. الواضح انه هالمرة كشفوه قبلنا. مزبوط. ما عم صدق يا سيدي، بس أنا وخيري بنعرف، وهلأ اللي عرفتوا أنتو. ليش مو معروف إنه سر بس يكون بين أكتر من شخص ما بيكون اسمه سر؟ وهذا اللي صار. منيح، أنتو خليكن عم تفكوا الشفرة لكان، يلا عن إذنكم. لمن رايحي؟ مو نهاية الأسبوع؟ بدي روح وارتاح شوي.
شو حليتها؟ حليتها فرهود بيك، رح فرجيك اياهم على الجهاز. حلو. تفضل هاي الصور. ممتاز. كنت ابعتهم لخلدون. مبيعات الجريدة والقناة مو منيحة. هلأ ببعتهم سيدي. وصلوك الصور يا خلدون؟ ايه وصلوني، بس عم فكر بأي عنوان بدي نزلهم. ما بدي أي حدا ما يشوف هالصور هدول بالجرايد والتلفزيون والمجلات. نزلهم بكل مكان. على راسي فرهود بيك. عم قول من نزلهم خبر عاجل؟ عاجل ولا بطيخ، نزلهم بسرعة. فهمني أنتوا ليش عم تعطوا كل هالرواتب لهالناس؟ مو منشان هيك؟ قرب هالصورة كمان شوي. لك هاد كاشفك منيح؟ مانك شايف؟ عم يطلع عليك. مستحيل فرهود بيك، لحتى يلاحظني من المسافة لازم يكون عنده عيون الصقر. انتو لا تقلقوا سيدي. أكيد ما في حدا لحقك، ما هيك؟ لا، كنت شفته. أنا عندي شوية شغل جوا، همام رح يدفع لك المصاري. بتشكركن، يسلموا فرهود بيك. أكيد رح تجي ساعتك كمان. هلأ ماني مستعجل عليك يا فرهود، لنشوف شو عم يخططوا هدول. أهلا وسهلا فيك. إجتني هديتك يا رئيس، بتشكرك. العفو منك فرهود بيك، تعرف بالشغل أحياناً بيصير شوية سوء فهم. خلينا بالمهم. بهالفترة التنظيم عم يخسر دم كتير، عم تصير شوية مشاكل بكل مناطقنا. اتفقنا أنه ما لازم تنتهي قوتنا. إيه وشو ناويين تساووا؟ عم نفكر أنه نصير شوية فوضى بالبلد، بدنا نساوي شوية تحطيم نفسيات. ما سألتك عن هيك، شو دخلني بأهدافكن؟ اللي شو يلي بدكن تساووه؟ رح نقوم بتفجير باص شغلته ينقل العساكر. هذا الباص هو يلي بينقل العساكر وبينزلهم عند القطار. وين رح تسووها؟ بينزل العساكر بمنطقة حيدر باشا، بهيك مكان ما حدا بيتوقع ضربة. رح نعمل فخ مرتب بهديك الزاوية. يقول رح يبتهج المكان، المسيرات والمظاهرات والجنازات والشعارات. هالخبر رح يضرب الشاشات، بصراحة رح يفيدنا بشغلنا كمان. شو لازمكن؟ RPG، لأنه سهل الاستعمال وضربته قاطية. صفقة حلوة كتير فرهود بيك، منساوي شوية تخفيضات. يا عديمين الشرف، ولك إذا ما حطيت RPG بتمكن وفجرتكن ما بكون أنا غيس. خلص اهدوا انتو، يلا روح شوف شو في هنيك بسرعة. أعزائي المشاهدين، تفسير غريب في مبدأ المافيا. الاسم المشهور في عالم القمار أتلي نظمي، واسمه نظمي كاراكايا، تم رمي جثته في منتصف النهار أمام أبواب مكتب الدعم. قال المحللون هذا الحدث يفسر بأن المافيا تستهزئ بالشرطة. ولهذه الساعة لم يأتي أي رد ولا أي تفسير من مركز الأمن. لك شلون هيك؟ أي سيارة صورت هالصور؟ مين صوروا سيدي؟ ومين يعني؟ اللي زت الجثة صورنا. استغفر الله. لك حدا شاف الكاميرا شي؟ ما كان في رقم على السيارة سيدي. لا إله إلا الله. من وين عرفوا أنه نظمي رح يخبرنا؟ شوفي مجتمعين قدام التلفزيون، شو الموضوع؟ عم نتفرج على حالنا، طالعين بالتلفزيون نحنا؟
ها؟ لك هذا أنا؟ لك مطلعيني أصلع؟ استغفر الله، أنا جبيني عريض كل هالقد؟ أوه، أنا شو عم أقول وهو شو عم يقول؟ ها؟ إمتى لازم يكون السلاح؟ كل ما عجلته أحسن. منجيبهم عن طريق جزر اليونان، إذا طلعوا هلأ بيوصلوا بالليل. راح تساعدنا كتير فرهود بيك، ونحن منشوف شغلنا فورا. أنا راح أتصل بديمتر ويس لحتى خبره عن الطلبية. $50,000 على الوحدة، 10 ب500,000. راح تاخدهم من مينا الحرم بالليل، تعطي المصاري لبهجت. اتفقنا، منلتقي بالمينا بالليل. وأنا خليني أتصل بفيفي، لأنه بعد هالتسليم لازم ننبسط كتير بالبنات الحلوين. ولك إذا خليتكن تقربوا من العساكر رح خلي كل الناس تبزق بوشي. أنت هون؟ شوفي، روح. يا شب، شو عم تساوي هون؟ بدي نظف الاسطبل. تمام، يلا فوت. منلتقى بالفندق فرهود بيك. ماشي، روحوا. عندي شغلة صغيرة هون، في شخص لازم شوفه. خير فرهود بيك. بهالأيام انفتحت الدفاتر القديمة لنشوف مين إلنا عليه ومين إله علينا. لكان بستأذن منكم. فرهود بيك، ما في حدا هون غير هذا الشاب. تمام، افتحوا عيونكم منيح. تمام سيدي. تمام سيدي. حاضر سيدي، مثل ما بدكم. المدير معه حق، عم يحاسبنا لأنه شايف صورنا، عم يقول هدول عم يتمسخروا علينا. وشو عم نساوي؟ واقفين وما بنعرف نتحرك، ما هيك؟ ممدوح خيري، خليكن هون، دوروا فكروا لقوا شي بسرعة. أنا رايح على البيت لشوف أولادي وريح بالي من هالتوتر. ماشي سيدي. ها؟ إذا صار تطور خبروني. سيدي، لحظة شوي. بعدين خيري، ما لي مزاج. سيدي كتير عاجل. بس بسرعة. بدي إلك شغلة. كيف بدي أقولها؟ أنا متأكد إنه في جاسوس بيناتنا. ومين؟ برأيي ممدوح سيدي. ممدوح؟ ايه، من لما اجت خربط الوضع وهو استخباراتي، مانو شخص مضمون، ما بنعرف، بلكي هو هلأ متفق معهم. وهو سرق السيدي؟ شكلك كتير عم تتفرج على الأفلام سيدي. اسمحوا لي اسمع مكالماته وبراقب لكم يا. رح اعتبر حالي اني ما سمعتك. تعرف شو معنى انك تفتري على حدا؟ بعدين هذا الشيء خيانة للوطن. يا سيدي اسمح لي اثبت لك هالشيء. شوف، بجوز ما اسق بحالي، بس بضمن ممدوح، ومن هلا خبي افكارك التافهة لألك. الزلمة يلي هنيك. ماشي، يسلموا. انت استنى برا. ماشي فرهود بيك.
يعطيك العافية بابا يعقوب. ومين أنت؟ وأنت طلعت عديم الوفاة؟ للأسف كل الأصدقاء القدامى عم يطلعوا عديمي الوفاة. أنت فرهون؟ بالضبط. شو إلك شغل هون؟ يلا انقلع بعد كل يلي ساويته. إلك عين توقف قدامي؟ لا تغلط بحقي. شو يلي شفته مني؟ أنت خاين عديم الشرف، خنت اللقمة اللي أكلت منها، حرقت المزرعة، الكل تشرشحوا بسبب وساختك. هالشي من الماضي، حادث وصار. بنتي نازلي ماتت بسببك، انت مجرم. نلع يلا. ولا كنت رح أعطيها كل الدنيا لبنتك بس هي ما قبلت. ما حبتك لأن حبت نجيب، حقدت على نجيب طول عمرك، خطفت بنتي غصب عنها ولتنتقم منه تجوزتها غصب وبعدين تركتها ورحت. اسمعني منيح ولك، وإذا شعرك ودقنك بيض بقتلك هون. ها أخي غيث، أخي غيث شو عم تساوي هون؟ مين كانوا هدول؟ ليك يوسف، أنت ما شفت حدا هون، عم تفهم علي؟ ما شفت حدا، اتفقنا؟ شو عم يصير؟ خبرني. ابني لا تكون فضولي، ساوي مثل ما عم قلك تمام؟ وخاصة السيد نجيب ما لازم يعرف شي، اتفقنا؟ ايه بس يلا يلا روح بسرعة لعند جدك. يوسف لساعتك واقف هون، يلا يلا لك يلا. انت عم تخطط لشي بس لنشوف الشي اللي ما صار لإلي ما بخليه يروح لأي حدا تاني، عم تفهم؟ انت عم تفهمني؟ بحرق حرق. تركني، محكوم عليك بالخسارة، حتى لو ربحت بهالعالم فرح يحاسبوك بالآخرة. أنا ما في حدا بيحاسبني بهالدنيا، لا أنت ولا اللي أكبر منك، عم تفهم؟ أنت بس بتتمرجل على الناس الضعفة، قوتك بس بتكفي لاختيار أعمى، هاي رجولتك أنت؟ هاي هي عدالة الدنيا، السمكة الكبيرة تاكل السمكة الصغيرة، وإذا بدها بتدوقها وبتكبها، فهمتني؟ هالعالم بس للأقوياء. شو عم يصير؟ حط هالشي براسك، فهمتني ولك؟ جدي انقلع من هون، لا تنسى هالشي. تركني. شو بدك ولا من زلمة كبير؟ إذا زلمة تعا تعا لشلخك بهالشوكة. خد جرب هاد ام 3، هذا نص اوتوماتيكي، إذا جربت تقوس فيه ومرقت رصاصة بعيد عن واحد مترين رح يوقع مغمى عليه. كأنه مدفع ما شاء الله. بس بطيء شوي، بدي شي سريع، شي يكون تخريبه كبير. بس المهم هلأ يوسف بدي خبرك بسر، لأنه الأمانة تنعطى للأمينين، وبدي أنت كمان تحمل معي. وأنا بوعدك يوسف ابن فرهون. أنت شو عم تقول بابا؟ هالسعبان بعد ما خطف نازلي اتجوزها بالغصب، ولما تركها وراح كانت نازلي حامل، ما حدا عارف بهالشي، ولما كانت عم تخلف جابت يوسف وماتت. لا 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 قلت بروح لعند شيراز، غيرت رأيي بروح لعند أختي هدى، ما قدرت، قلت أكيد غيث بيفهمني أكتر شي. لساعتك متضايقة مزبوط؟ الواحد بحاجة يلاقي حدا يحكي معه، لأني قد ما حكيت ما حدا رح يفهم عذابي. وشو يلي ما فهمته؟ لا كان في جرايد مثل هلأ ولا تلفزيون، وحتى لما كانوا يقطعوا بسيوفهم الشخص المجرم ما كان حدا يعلق بعدين. ايه والله برافو. إذا أنت عم تقولي هيك شو خليتي للجهلة؟ شوف ابني، إذا ما كان في عدالة وخير وما كان في احترام ومحبة بين الناس، دولة بجغرافيتها الكبيرة فكرك كيف رح تستمر للآخر؟ شوف الخريطة، بكل مكان كانت في الدولة العثمانية يلي كانوا بيعيشوا بأمان، اليوم بحالة حرب وما عم تخلص هالحرب. مسدسك على الأرض بسرعة. مين أنت كمان؟ من وين طلعت؟ من الشرطة، من العساكر أو حارس هاي الدولة مثل ما بيعجبك.
انت شرطي؟ خلص رح سلم نفسي، لا تعوز. مسدسك سته. بترجاك اتركني. ماشي، هي رح اتركك. مع السلامه. ايه البضاعه على الطريق يا بيك. شو وضع المصاري؟ جيبهم لنشمهم شوي، خلينا نتدفى بشوفتهم بهالبرد. جيبوا هديك الشنطه.